في شارع زايد الخيري و مردودك إيجابي. الأوامر اللي صدرت السنة الماضية من عمل مرض زايد الخيري في بلد الثاني أم الدنيا مصر كان إيجابي جدا لمستشفى الأطفال السرطان، وكان تعاون مثمر بيننا وبين اللجنة المنظمة الشباب هنا، وأنا أشكرهم. طبعاً فعلاً إحنا نكون ضيوف عندهم، هم اللي عاملين الترتيبات، وكل الشكر لهم بهذه اللفتة الكريمة. ويتنا طبعاً أوامر على أساس أن تقييمات العمل مرض زايد الخيري لصالح مرضى الكبد الوبائي، ولحد الآن الحمد لله تبرعات إيجابية وبتوصل للمعنيين عن طريق سفارتنا وعن طريق المكتب الممثل هنا في جمهورية. طبعاً مرض زايد الخيري هو فرع، يعتبر فرع من اسم زايد الخيري، يعني مؤسس الإمارات الله